يعني الحلول، يعطي ربما عنده المساند العربي كلاس حرب المرابط ولاعب طنان على الاطراف. اظن نفس التشكيل تقريبا لعبوا في كل المباريات، نفس اسلوب طريقه اللعب، تختلف بعض الاحيان بغياب بعض اللاعبين، لكن اظن اليوم يجب التركيز خصوصا على وسط الملعب والدفاع، لان يعني اليوم عليه مراقبه اولا اوباميونغ وعدم قطع الكرات، قطع كل الكرات التي ربما الامدادات التي تصل الى اوباميونغ. كيف يقطع الامدادات؟ يقطعها هو كيف هو التمركز والضغط على حامل الكره، عدم ترك الفرصه لحامل الكره ان يلعب الكرات الطويله، لان المنتخب المنتخب الكاميروني يسر. صحيح، اظن فريق شفناه يعني تخلي عن زياش، عن فجر، فاز الفجر، عن بعض الاسماء التي تعرف لمونديال قبل كابوني بعد مرور ربع ساعه تقريبا صفر مقابل صفر، عوده كل لاعبين المغاربه باستثناء يونس بلندا. الراسية مرت عالية، من يصعد ثنائي قلب الدفاع، الحديث عن إيكويلي برونو وكذلك تبقى خلي ياسين كان بوصوفة، كان يدافع، كان عنده أدوار نعم. دفاعية، ومشوا اليوم حتى الدور كبير يقوم به نعم. هنا المرابط، هنا المرابط، هنا المرابط المفروض العربي يطلب الكرة في الجهة اليمنى، يعني أعطاه مساحة نعم أكثر. أنا معك، ولكن حتى الآن لم يأتي أي لاعب ليسانده. المفروض عندما توغى اللي كان يكون بالهند ولا أقرب. واحد حتى الآن يبحث عن المراوغة، طنان يتوغى، طنان تسديدة مرة جانبية، مرة جانبية، توقع في انك سترفع الكرة داخل منطقة الجنة مباشرة. شوف الإعادة، هذه أول محاولة يمكن أن نعتبرها للمنتخب المغربي. العربي يلا يا العربي، غير معقول، يلا يا العربي غير معقول. هنا لحظة تردد من جانب يوسف العربي، أعتقد هذه من الكرات اللي وجب استغلالها من طرف الثنائية. هذه عرضية في القائم الثاني في الدوزيام بوتو، كان حاضر اللاعب يوسف العربي. رائع رائع الأزهر، رائع الأزهر، هنا عرضية على المقاس، لكن العربي لما في هذه الليلة ترفع الكرة داخل المنطقة. الأزهر مرة أخرى الركنية بالفعل، هذه الإعادة مجددا، صاحب الراسية كان هو اليمين، والمتابعة من أشرف الأزهر، برافو. لولا هذه الكرة، إذا أربعة لاعبين، خمسة لاعبين مغاربة داخل منطقة الجزاء بالفعل. مبارك بوصوفا يرفع كرة في القائمة الثانية، الركنية بالفعل، الركنية هذه كانت في اتجاه لاعب يوسكو بوكو، يخرج مباشرة إلى الكورنير. شوف الإعادة كانت مرفوعة في القائمة، صعب 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 جدا الأمور الآن مع نهاية الشوط الأول. أصعب فترة هي هذه الدقيقة الأخيرة، أموره صعبة اليوم، أموره صعبة اليوم. الرجل كان يتمنى لو أن المباراة في مدينة مباشرة أجيال أسرة. الأزهر العرضية مرة جانبية، الحكم يقول كورنير بالفعل بعد تدخل إيكويلي برونو. فعلا دائما التفوق في كل المدافعين الكابوني. شوف مرة أخرى أشرف الأزهر يعكس بهذه الصورة، رائع يا الأزهر، رائع ما تقدمه يا الأزهر في هذا الشوط الأول. وبعد بالنسبة للاعبين الكابونيين، أسامة طنان يستعد لتنفيذ الكورنير في هذه اللحظة، وإيفونو يتصدى، إيفونو أمام العرب. هذه الإعادة مرة أخرى، أسامة طنان، أوباميونغ يسدد كرة مرة عالية، هذه الأولى لك يا أوباميونغ. حب مايونغ اللي كان مختفي تماما وسط مبيب، شوف مرة أخرى حركيز لم يكن حاضرا لحسن الحظ من القائد بيير أوباميونغ. الانضباط التكتيكي الممتاز للمغاربة، دي كرة، أوه النصيري، أوه
وزاوية من جديد. هذه نعم رؤية كرة اللاعب الناصري الأولى لك يا ناصيني و13 بينما الناصري يتحرك. الناصري امشي الناصري أرضية خطيرة خطيرة. أشرف الأزهر ترك المكان بن نصر يقطع الطريق على بيير أوباميونغ بهذه الصورة. نعم أوباميونغ جاهزا كندا. هذه كرة مرفوعة إيفونو البلجيكي في حضوره رقم 84 مع المنتخب الكابوني. شوف الإعادة هذه خطيرة. في الشوط الأول كان لن يفعلها أمام اللاعب مروان داكوستا. هنا مقصية هنا حاول أن يستعرض فيها إيفونو يبحث عن التسديد. ممنوع المرور ممنوع المرور. بعد الكرة تدخل خرافي المحمدي تدخل خرافي المحمدي. ردة فعل ممتازة. هذه ذكرتني بالزاكي في 86 أمام الألمان. شوف الإعادة هذا ومالك إيفونا. الفهود تستفيق في هذه الأثناء يا إيرفي رونار. وجب 86 للمنتخب المغربي. ممكن أن نشاهد حالة انفراد من العلوي في أنم أساس. ترفع الكرة في القائمة الثانية مرة جانبية هذه الكرة من طرف ويلفر أنتون. شوف الإعادة كرة أسامة طنين والكرة صح للمنتخب الكابوني. برافو برافو مروان داكوستا العميد. هنا تمريرة بينية وتقدير جيد من مروان داكوستا هنا أمام المهاجم مالك إيفونا بن تنتابع. هذه الكرة جانبية خطيرة. اخرج المحمدي اخرج المحمدي. برافو برافو المحمدي. هنا في هذه اللحظات حماس واندفاع يبحثون عن الأخطاء قلت الكابونيين. الحكم يعطي الإشارة لتنفيذ هذه الكرة. الحكم الكرة الماضية بعد الخطأ المرتكب. التعادل السلبي. المنتخب المغربي كان أفضل في الجولة الأولى انهار بدنيا نسبيا في الشوط الثاني حتى التغيير.